شهدت مدينة السويداء تجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السلمي وأطلاق سراح المعتقلين، إلا أن احتجاجات اليوم كان لها دلالة أخرى، وهي الإعلان أمس عن تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك. للاحتفال بانتخاب لجنة سياسية تضم 11 عضواً مهمتها تمثيل الحراك الشعبي المستمر في المحافظة الجنوبية منذ ما يقارب العام، اجتمع العشرات من أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا في ساحة الكرامة وسط المدينة. وجدد المجتمعون القادمون من مختلف القرى والمناطق المجاورة مطالب حراكهم السلمي الذي يطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق القرار الأممي 2254 وتحقيق الانتقال الديمقراطي والحكم اللامركزي، وتخلل الفعاليات استذكار الراحلين أثناء التظاهرات الشعبية. أمس كان 25 من الشهر السابع، كان ذكرى لشهدائنا في ظهر الجبل، لشهداء الكرامة والعزة، للشهداء الذي أرسل لهم هذا النظام السيء الدواعش، أرسلهم في البازات الخضر إلى المقرن الشرقي ليقتلوا أهلنا على أساس إنهم إرهابيين. لا يوجد على وجه هذه الكرة الأرضية إرهابي بمستوى هذه الطغمة الحاكمة. هم الإرهابيون، هم من فعلوا الفعايل، هم من أغرقوا سوريا، هم من أوصلونا إلى ما نحن به الآن. هذا وأعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء جنوب سوريا عن تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك وتضم 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، وذلك بعد فترة ترشيحات استمرت لمدة تزيد عن أسبوع، تقدم خلالها أكثر من 70 مرشحاً. أتمنى أن يقوم الجسم السياسي بتوحيد الآراء وإيجاد قواسم وإيجاد مشتركات لتحقيق أمنيات الشعب السوري أو حقوق الشعب السوري، حقوق الشعب السوري في دولة المواطنة والقانون أو تطبيق 2254. وانتخبت الهيئة العامة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية. تم انتخابه بشكل شفاف، ومنبارك للي نجحوا بالانتخابات، ونتمنى لهم التوفيق. مستمرين احنا بحراكنا لحتى نصل، رغم الضغوطات اللي عم تصير، رغم المعوقات الأمنية اللي عم تصير. وبحسب تصريحات لأحد ممثلي الحراك الشعبي، فستكون مهام الهيئة العامة واللجنة السياسية تمثيل الحراك السلمي في السويداء داخل سوريا وخارجها، والتواصل مع الجهات الفاعلة لصالح الشعب السوري لإيجاد مخرج وحلول يتوافق عليها السوريون. تنضم إلينا من السويداء راقية شاعر، ناشطة سياسية وعضوة سابقة بمنظمة حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذة راقية. نتحدث إذن عن احتجاجات السويداء المستمرة منذ عام تقريبا. اليوم طرأ طارئ جديد وتشكيل هيئة سياسية، لو حدثتنا أكثر عن تفاصيل هذه الهيئة وكيفية تشكيلها. مساء الحرية وتحياتي لكم ولمنبركم الحر الكريم. نعم، بعد 11 شهر من انطلاق حراكنا الثوري السلمي بمحافظة السويداء، وشارف هذا الحراك على إتمام العام، تم مبارح ولادة الهيئة السياسية التي ستكون مهامها هي قيادة هذا الحراك وتوجيه هذا الحراك بشكل منظم. هي الهيئة بصراحة نحن كنا ناطرين من 11 شهر محاولات عديدة كانت قبل ولادة الهيئة مبارح لإنجاز الجسم السياسي، لكن محاولات النظام المستمرة والخبيثة كانت يديه تطال أي محاولة لإفشال هذه الهيئة أو إفشال تشكيل هذا الجسم السياسي. لكن مبارح السويدة قالت كلمتها، ومبارح الشيء اللي صار
هو ولادة الهيئة بطريقة ديمقراطية يمكن سوريا افتقدتها على مدار 60 عام. هذا الإنجاز لا يخص محافظة السويدة لحالها، هذا الإنجاز فينا نقول إنجاز للسوريين جميعا. هي الهيئة رح تنظم عمل الحراك أو رح تقود الحراك بشكل مؤسساتي إنجاز التعبير، لأنه عن هي الهيئة رح تنبثق لجان متعددة، لجنة اقتصادية، لجنة ثقافية، لجنة إعلامية. يعني الحراك رح ياخذ طابع تنظيمي وطابع مؤسساتي. طيب أستاذة راقية، تحدثت وقلت أنه هو تشكيل هذه الهيئة هو لقيادة وتنظيم الحراك. طيب هنا لو سألنا سياسيا، يعني هذا الحراك أو هذه اللجنة تم تشكيلها بحسب التقرير يعني من 11 عضوا، بداية نسأل على الآلية، يعني كيف تم انتخاب هؤلاء أم تعيين هؤلاء؟ ما هي الآلية التي تم اعتمادها يعني تشكيل هؤلاء؟ قبل تشكيل الهيئة السياسية تم تشكيل لجنة ناظمة للحراك، هي اللجنة قوامها 47 شخص. تم اختيار هؤلاء الأشخاص كممثلين لنقاط الحراك على مساحة محافظة السويدة قاطبة. عدد نقاط الحراك 47 نقطة، عن كل نقطة تم انتخاب ممثل لتشكيل الهيئة الناظمة للحراك. قامت الهيئة الناظمة بفتح باب الترشيح لانتخاب أو لتعيين اللجنة السياسية. كان باب الترشيح على مدار أسبوع، لكن لظروف اغتيال الشهيد مرهج الجرماني الله يرحمه تم تمديد فترة الترشيحات تقريباً شي 3 أيام. تم ترشيح تقريباً شي 55 شخص، كان عدد المرشحين للجنة السياسية 55 شخص. الناخبين هن ممثلين نقاط الحراك، يعني هي اللجنة الناظمة اللي عددها 47 شخص كان هن المعنيين بانتخاب أعضاء اللجنة السياسية. آلية الانتخاب توزيع كانت عبارة عن توزيع أوراق على كل عضو من أعضاء اللجنة الناظمة. هي الأوراق مفروض عضو اللجنة يكتب عليها 11 مرشح. تمت العملية بجو ديمقراطي، وترافق العملية بتصوير لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما شفنا، تمام؟ بهي الطريقة تم انتخاب أعضاء اللجنة الـ11. طيب أستاذ راقية، هؤلاء الأحد عشر شخصا هم أعضاء اللجنة السياسية، هل يعني تم انتخابهم على أسس على أساس الكفاءات أم على أساس يعني محاصصة لكل منطقة أو لكل مدينة أو بلدية؟ لا 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 لا، الترشيحات كانت مفتوحة للجميع، ما في كان بصراحة ما في كان ضوابط أو معايير خلينا نسميها لاختيار الأعضاء المرشحين، فكان الباب الترشيح مفتوح لكل الفئات، كوادر، مؤهلات، غير مؤهلات، كان باب الترشيح مفتوح لكل الفئات. جيد، بما أننا نتحدث وحضرتك من العنصر النسائي، هل ضمن هذه اللجنة هناك نساء؟ إيه طبعا، تم انتخاب 3 شخصيات نسائية باللجنة، وبصراحة هاي الشخصيات تعتبر من الكفاءات، يعول عليهم كثير بالمرحلة القادمة، وبنتمنى لهم التوفيق وهن أهل لهذا المنصب. طيب، موضوع عمل اللجنة السياسية هو من اسمها واضح، هي لجنة سياسية، هل يعني ما هو دورها المطلوب فقط بالمختص بالشأن السياسي؟ حضرتك قلت يعني هو تنظيم الحراك، لكن هناك اللجنة العليا التي تحدثت عنها مكونة من 47 شخص التي تنظم الاحتجاجات، هذه اللجنة 11 شخص، هل من مهامها التفاوض ربما مع الحكومة في سوريا، الحكومة في دمشق؟ هل لها ربما يتم يعني إضفاء إليها شرعية أخرى، تفاوض مع جهات أخرى داخل سوريا؟ تحدث طبعا هنا تحدث عن مكون سياسي سوري. تماما سيدي الكريم، هي اللجنة رح تستلم عدة ملفات، رح تكون معنية بفتح قنوات التواصل سواء داخل سوريا أو خارج سوريا، رح تكون معنية بملف العلاقات الدولية، رح تكون معنية بملف العلاقات الإقليمية، رح تكون معنية بملف العلاقات المحلية. موضوع التفاوض مع النظام لم يتم اتخاذ قرار بشأنه أو لم تتحدد المعالم بعد. هي اللجنة بصراحة
صراحة أمام مسؤوليات كبيرة وجسيمة. هي اللجنة رح تكون معنية مثل ما ذكرت حضرتك بالعلاقات السياسية والدبلوماسية مع كافة الأطراف المعنية بحل الأزمة السورية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. طيب، هنا نسأل عن رؤية أو كيف يراقب أو تراقب حكومة دمشق هذا التطور السياسي على صعيد الحراك الشعبي في السويداء؟ نعم، حكومة دمشق ما خلت ولا طريقة لحتى تعرقل عملية الانتخاب ولحتى تعرقل عملية الوصول لتشكيل لجنة سياسية أو جسم سياسي يقود المرحلة القادمة بمحافظة السويداء. بصراحة كانت المحاولات متعددة، كانت المحاولات متنوعة من حكومة دمشق لعرقلة هذا الجسم. ما بعرف إذا عم بتتابعوا محطات تواصل اجتماعي، طبعا قبل ما يتشكل هذا الجسم الاتهامات جاهزة. هو جسم انفصالي، هو جسم يدعو للتقسيم، هو جسم يدعو لإقامة دولة درزية. من هاي الاتهامات المعلبة والجاهزة، حكومة دمشق أي عمل منظم أو أي عمل قائم على الديمقراطية حكما ستحاربه. طيب أستاذة راقية، يعني شكل الاحتجاجات هي طبعا سلمي منذ انطلاقها قبل 11 عاما، اليوم بعد تشكيل هذه الهيئة السياسية هل نعتقد ربما نشاهد في تغيير طبيعة الحراك الشعبي؟ هل ربما نشاهد زخم أكثر أو يعني توسع أكثر والقدرة على التواصل مع محافظات أخرى أيضا لإقناعها بالخروج في مظاهرات سلمية؟ طبعا طابع الحراك بمحافظة السويداء هو طابع سلمي، حراكنا متمسك بسلميته لحتى تحقيق المطالب اللي خرج الحراك يطالب فيها. مهمة اللجنة السياسية أولا هي الحفاظ على سلمية الحراك مع تطوير هذه السلمية ومع إيجاد طرق سلمية متعددة لحتى يتم توسع هذا الحراك بشكل أفقي على مستوى سوريا جميعا. يعني نحن بنتمنى أنه حراك السويداء يكون نواة لانطلاق انتفاضة ثانية أو لانطلاق موجة ثانية من الثورة السورية تعم المحافظات السورية كلها. لأنه بصراحة خلينا نحكي بشكل منطقي وعقلاني، محافظة السويداء لحالها ما راح تقدر تحرر سوريا من نظام الأسد. محافظة السويداء دون التعاون مع باقي المحافظات السورية يمكن تكون الخطوات بطيئة، ويمكن الخطوات تكون بشكل أو تاخذ وقت زمني أطول. نتمنى أنه مهام اللجنة السياسية أن تعمل على توسيع قاعدة حراك السويداء لحتى يشمل باقي المحافظات السورية كلها وتنضم لهذا الحراك لحتى تاخذ شكل ثورة عامة بباقي المحافظات السورية للتسريع بالانتقال لمرحلة ما بعد الأسد. أشكرك جزيل الشكر من السويداء راقية الشعر ناشطة سياسية وعضوة سابقة بمنظمة حقوق الإنسان.